كوتش كيفن، مساء الخير، وبيشرفني ان انت تكون ضيفي في برنامج الريمونتادا. Good evening. مساء الخير. And thank you for شكرا having me on your جزيلا program. على استضافتي And في I hope برنامجكم. I give a good opinion أمل أن about أكون the game between Al لدي Ahly الفرصة and لأعبر عن رأي جيد في مباراة Sundowns. الأهلي وصن داونز. صحيح. اولا ببارك لك على خطوه تعيينك كمدير فني لنادي كايزر تشيفز، وهخش معاك على طول في الحديث عن مباراه سان داونز والاهلي القادمه في جنوب افريقيا، واكيد انت متابع جيد لفريق الاهلي. شايف المواجهه هتكون ازاي؟ This is a أعتقد different competition أن دي منافسة مختلفة في إفريقيا، and it comes with a lot of prize. بيبقى فيها مفاجآت كتير جدا، dominance. السيطرة كبيرة، ومنافسة. الأهلي هو نادي القرن، دايما بيحاول أنه هو يظهر بأفضل شكل ممكن في القارة. Sun Down في الوقت الحالي خلال 5 أو 6 سنوات الماضية أثبت نفسه كفريق كبير جدا جدا ومنافس كبير جدا جدا في القارة الإفريقية، وبالتالي دي منافسة كبيرة. يبدو أن دي هتكون منافسة كبيرة ما بين فريقين كبار، وأنا لا أعتقد أن في منافسة بنفس المستوى في إفريقيا. الفريقين من وجهة نظري بيأدوا بشكل جيد جدا، وكل واحد من الفريقين هيسعى جاهدا لصدارة المجموعة الأولى، حتى لو الأهلي تعادل مع سان داونز. الأهلي تعادل قبل كده مع سيمبا، وكان قبل كده تعادل مع الأهلي في القاهرة 1-1. من ناحية أخرى سان داونز عنده نفس المشكلة، تعادل في لواندا في أنغورا 2-2، وتعادل 0-0 في جنوب أفريقيا. هتكون المنافسة قوية جدا بين الفريقين، لكن المباراة هتكون في جنوب إفريقيا لسان داونز. الفريق بيأدي بشكل جيد جدا على أرضه، كمان عندهم مشاكل إلى حد ما في الوقت الحالي. أعتقد المهاجم الأساسي شالولي مصاب، ومن السيرد باكس كمان مصاب، وبالتالي مش هيكون متاح في مباراة سان داونز أمام الأهلي. وبالتالي أعتقد في جنوب أفريقيا الأهلي جاء بفريق قوي جدا، وأعتقد المرة الأخيرة اللي أتوا فيها لجنوب أفريقيا خسروا في دوري الأبطال. بالتالي دي منافسة مختلفة، مسابقة مختلفة، وأعتقد أن المسابقة دي فرصة كويسة جدا للفريقين. كيفن، يعني أنت اشتغلت في النادي الأهلي قبل كده، وعارف كويس جدا يعني قيمة المباراة بالنسبة للأهلي، قيمتها في الحدث كنصف نهائي ومشاركة أولى في الدوري الأفريقي، وقيمة المنافس سان داونز. زي ما انت اتكلمت ان في السنوات الأخيرة سان داونز اتطور بشكل كبير جدا. عايز اسألك ايه الفرق ما بين أهلي موسيماني وما بين أهلي كولر؟ ايه الفرق؟ الفارق في الوقت الحالي ان السيد كولر غير الكثير من اللاعبين، خاصة في لاعبين صغار انضموا للأهلي في عملية تطوير، بالإضافة إلى أنه باع من أفضل لاعبين في وسط الملعب حمدي فتحي. عمرو السولية مش بيلعب بصفة منتظمة، في مهاجم جديد أنا مش فاكر اسمه، مودست
نعم مودست أعتقد سجل أهداف جيدة خلال المباراتين أو 3 مباريات الأخيرة، وأنا قرأت عنه بشكل جيد. سجل إيه؟ بيرسي تاو كمان بيأدي بشكل جيد في الأهلي. الشحات كمان بيأدي بشكل جيد مع الأهلي. بالتأكيد مارسيل كولر بيأدي بشكل جيد جدا جدا مع فريق الأهلي، وبيسعى للانتقال للمستوى الأعلى مع كمدير فني. أنا لا أستطيع أن أتحدث أن أقول أن الفريق أيام موسيماني أحسن من الفريق مع كولر. أعتقد أن الفريق بنفس المستوى، لأن الأهلي عارف كويس جدا ان هو نادي القرن وبيحافظ على ده. صحيح. عايز اسالك عن الحاله الذهنيه اللي بيخش بيها فريق سان داونز المباريات امام الاهلي، خاصه في جنوب افريقيا، واحنا بنتكلم عن مباراه او مواجهه الاحد القادم. هل بيبقى في خوف من فرقه الاهلي ومن اسم الاهلي، ولا عنصر الخوف ما بيبقاش موجود في فريق سان داونز عند مواجهه الاهلي؟ Look, I do believe انا عارف كويس جدا لما بننظر في التاريخ خلال المباريات الاخيره للاهلي امام سان داونز، التكتيك كان سيء جدا، لم يكن يتوقع ان سان داونز هيلعب بالطريقه اللي سان داونز كان بيلعب بيها، ولم يستعد بالطريقه المناسبه للعب امام سان داونز خلال المرات الاخيره، الا ان سان داونز هزمهم في جنوب افريقيا. انا اعتقد وانا اعلم عقليه الاهلي هناك، أعتقد أنهم في جنوب أفريقيا في المرة دي هيكون في عقلية مختلفة أمام سان داونز، لأن سان داونز حتى لو كان عنده أفضلية ضدهم في جنوب أفريقيا. صحيح. أخيرا كوتش كيفن، توقعك لنتيجة المباراة يوم الأحد، مين هيفوز؟ صعب جدا 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 التوقع. انا بسبب المسابقة والمنافسة وبسبب قوة الفريقين في القارة، اعتقد ان النتيجة كنت تعادل، لكن تعادل باهداف، ممكن تعادل 1-1 او تعادل 2-2. كوتش كيفن بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا، وبتمنى لك التوفيق. كان معانا كيفن جونسون من جنوب افريقيا، المدرب المساعد للاهلي وسان داونز السابق. Thank you very much for having me on your show. على استضافتي في برنامجكم، وانا متابع هتابع مباراة الأهلي وسان داونز، وشكرا جزيلا على استضافتي في برنامجكم. شكرا. يعني طبعا دي مداخلتنا مع كيفن جونسون.